يحول اماميه اخرى 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 كره ملعوبه يحول جهه اللاعب لصهيب السعد تمريره من السعد وكره خطيره اليمنى اول هدف للقدم اليمنى لاوغستين مصلحة الهلال على طريقة ليونيل ميسي يضع الكرة في مرمى محمد ابراهيم هدف هلالي اول عبر الغاني اوغستين اوكرا كرة بلمسة حريرية على طريقة البرنس هيثم مصطفى صهيب الثعلب يمنح اوكرا كرة حريرية واوكرا يدون اول اهداف اللقاء لمصلحة الهلال. الهلال ينجح في التسجيل في مباراة مثيرة بين الفريقين. التقدم الهلالي بهدف اوغستين اوكرا بتمريرة ذهبية وبتمريرة على الطبق من ذهب من صهيب عز الدين. واكرا يضع الكره في المرمى لب خلف الحارس محمد ابراهيم ويمنح الهلال اول اهداف اللقاء. كره الان لمصلحه الخرطوم الوطني امير ابراهيم حاتم رحال. اذا الهلال يبادر بالتسجيل عبر اوغستين. كره ملعوبه للخرطوم الوطني ليوناس سلمون. يوناس سلمون يلعب كره للخرطوم الوطني والكره لجمعة جينارو. جمعة جينارو. إذن مشاهدينا الأحباب الهلال يسجل أول أهداف اللقاء عبر أوغستين أوكرا بتمريرة من صهيب الثعلب. صهيب يحاول المرور وكرة تمر لرمية التماس. يجد التصفيق والتشجيع من مدرجات استاد الخرطوم من جماهير الهلال اللي تؤازر وتساند. محمد موسى صهيب الثعلب اللي دخل في وسط الملعب أعطى الإضافة. محمد موسى يحاول كرة للخرطوم الوطني. محمد حسن الطيب مرت لخارج الملعب. تمنى السلامة للكابتن محمد موسى.